معانا ربنا والطيبة في قلبنا، معانا ربنا والطيبة في قلبنا. تعالى ب 80 جنيه جبنا، اللي صلي على النبي يكسب. ودي 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 يا ابوي، خلي بالك مع الغلابه يا ابوي. فين الجبنه؟ محمد رمضان نسر السعيد يبيع جمله وقطاعي. محمد رمضان عطيه. محمد رمضان، محمد رمضان عامل ايه يا برنس؟ الاخبار الحمد لله تمام والله، في نعمه والحمد لله. الجبنه بقى دي، الجبنه هي بتضحك لوحديها عشان الشعب كده مكشر، لازم تضحك كده الجبنه حلاوتها كده. وانت شغال كل ايه بتصبر نفسك؟ على الله، كله على الله. بدات امتى بشغلانه الجبنه او انك تجيبني؟ انا سمعت انك بتجيبها من الصعيد. بجيبها من سوهاج، انا امبارح رنيت عليك كنت في سوهاج. بتجيبها بقى في القطر لا ما بركبش قطر، بركب عربيه مع الاستاذ المعلم احمد ابو حفيظ. سلمني على احمد ابو حفيظ. المعلم احمد ابو حفيظ سواجين التاتش اللي ما بتغلطش. ايوه. قول لي الحته بكام؟ ولا كيلو بكام؟ هو كيلو ب 80 جنيه. بس؟ بس. من غير مش؟ 80 جنيه جبنا على مش. يا حمو. اديله كام يعني؟ ماشي. خد 100 ماشي ماشي ما. حاضر. خد يا حمو، حمو شوف معزيني في البيت. يلا يا بابا خد يا حمو، ده قاعد انت وماشي. ورينا كده الجمال الجبنه اللي عندك. حاضر. سلام يا ام محمد، بعتك بتيجي معانا. سلام يا باشا. جمال الجبنه اللي عندك كده حطه في جيبك. اللهم صل على النبي. الله اكبر عليك. اللهم صل على النبي. عليك يا شعيب. اللهم صل على النبي. حلاوه النبي حلاوه. لا ده دقيقه عشان الفضايح وحشه جوانا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ب 80 جنيه جبنه. تعملها ازاي بقى؟ نسر الصعيد محمد رمضان هو اللي بيجيب الجبنه من سوق العرابه وسوق. بيعملوها ازاي؟ نسر الصعيد بيعملها ازاي؟ نسر الصعيد بيجيبها من السوق يحطها في البراميل، تقدم الجبنه يطلعها نبيعها. بيلموها هناك من الارياف. جبنه صعيدي صعيدي. ويبيعوها. ويبيعوها هنا. مع السلامة يا لحمة. مع السلامة يا لحمة. الباشا احمد عبد الحفيظ سواجين التاتش ما بتغلطش، مسوين التاتش ما بتغلطش. طيب معلم محمد رمضان عطية. مين هو بقى بياع الجبنة هنا؟ عرفنا بيك أكتر. شعيب. شعيب عندك كام سنة؟ عندي 32 سنة. بقالك في المجال ده كام سنة يا شعيب؟ بقالي 6 سنين. 6 سنين في بيع الجبنة. ما شاء الله عليك. طب قول لي رأي الزباين ايه لما بيشتروا منك؟ الحمد لله برعيم بمرد الله عشان ربنا يبارك لي في الجنيه اللي انا باخده منهم. شايفك لابس جوانتي يا شباب. بلبس جوانتي عشان الزبون ما يعرفش. حاجه نظيفه. ايه فوائد الجبنه القديمه؟ حلوه الجبنه القديمه. لو عندك الضغط واطي تاكل حته الجبنه القديمه تظبط الضغط. تعلي الضغط. اتفضلي يا امه. الله ينور عليك. ورينا كده الحاجات دي، رشها كده ورينا. رشها كده ورينا. حاضر يا ابو. عامله ايه يا امه؟ تعالى بك حاجه الساعه. طيب نهارك كل رزق، الله يسهلنا ويسهل لك يا رب، ربنا يرزق الجميع. دوق يا باشا الجبنه. يا باشا دوق جبنة يا صاحبي. ال 80 جبنة. ال 80 معانا ربنا وتبقى فرحان. ربنا صل على النبي. صل على النبي. محمد رمضان عطية. الباشا محمد رمضان عطية. ال 80 جبنة. عايز تتواصل معانا رقم التليفون 012-7461-2574. بشكرك شكرا جزيلا. انا عايز اسال بس، انت بتعمل الجبنة دي ازاي؟ انا الجبنه دي عليك قلت يا عمرو بجيبها من الصعيد. صفايح زي ما بتعبيه كده. ايوه بجيبها في الصعيد بشتغل فيها عشان باكل منها عيش. يوم الجمعه بس ولا كل هو يوم الجمعه يوم الاحد جبنه قديمه. يوم الجمعه يوم الاحد بقى. بقى الايام بلف على زباين اللي عايزين تمر. تمر هند وعريسوس ومانجا. طبعا ده هتبتدي بقى تشتغل في التمر ان شاء الله قبل رمضان 10 ايام ان شاء الله. ده الصيف داخل على الله. برضه احنا معاك وننقل لك لقمه عيشك اللي موجوده. ايه اللي بيفرق الجبنه القديمه النظيفه من اللي اي كلام؟
بتعرفها ازاي؟ الجبنه بتبقى ريحتها حلوه، مش ريحتها هي الجبنه تدلك على ريحه المش بتاعها. مش نضيف بالبتاع ده، ورينا بقى. مش نضيف. اللهم صل على النبي. ايه ال 80 جبنه؟ اللهم صل على النبي. صل على النبي، صل على النبي اكسب. اللهم صل على النبي يا خير. مش صافي، مش صافي ب 50 جنيه. وجبنه صافي بكام؟ من غير مش. جبنه صافي ب 100 جنيه من غير مش. يبقى ب 120 بمش. مد ايدك يا صاحبي. الجبنه تحسها من ريحتها. مع السلامه يا لحمه. باي باي يا سمك. سلم على الحبايب فروج. مع السلامه يا لحمه. عمي انت كده من بتوعك، نبص على الجبنه وطعمها عامل ازاي ورينا. اللهم صل على النبي. دي زبده دي. اه دي زبده دي بقى. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله. انا عايز ادوق. صل على النبي، صل على النبي. انت كده بتوزع الجبنه كلها. خلي الزبون يدوق. مش عيب ولا حرام. لان لو ده ده جمعه وحد بس. الكيلو بكام اخر كلام؟ اخر كلام، اخر كلام 80 جنيه. 80 يا عم. من غير مش. بمشه. بمشه. طب من غير مش قطع جبنه بس. من غير مش ب 100 جنيه كيلو. ايوه بطل. نعم. 80 ازاي؟ انت كام بتبيع ببلاش؟ ده بعده احنا بنبيع ببلاش. ب 120 بره يا حاج. يا عم خلي غلابه تاكل، ده حلم الغلابه ده. صل على النبي. ال 80 بس. جبنه ديت بيت. 80 يا جبنه. انت لو شاريها كده انت خسران، جايبها من بيتك الجبنه. لا شاريها. رخيصه؟ اه ده في تناول الايد كده كده ما شاء الله. الله اكبر. خلي غلابه تاكل. الله يحسن سوقك يا عم. احنا محاسب للغلابه. ايوه. الله يحسن سوقك في الايام الاسعار الغاليه دي. الحمد لله ربنا يخليك. دي لحمه الغلابه. بتتباع ب 150.